الآن خلينا نضبط إعدادات المشروع بشكل نهائي حتى يكون جاهز لعملية تحزيمه. أول شغلة طبعا في البداية تذهب لي على إيش، تتنقل كليك يمين على البروجكت مالت، ثم بعد ذلك على بروبرتيز. في البداية عندك هنا الاسمبل نيم والديفولت نيم سبيس، هذه أمور ثابتة من البداية، لا يمكن يمكن تغييرها، لكن تغييرها راح يأثر على البروجكت. هنا الأيكون، ايكون ان مانيفست، يعني مثل ما تعرف ملف المانيفست متوفر في اي برنامج تقريبا، سواء كان مشاريع ويندوز او مشاريع اندرويد ابلكيشن اندرويد، فهو هذا اللي من خلاله يتم يعني مثل ما تقول هنا تهيئة البرنامج بشكل عام من ضمن الايقونة. هنا يستخدم الايقونه الافتراضيه، انا حق له اوكي انا عندي ايقونه، ايقونه قلنا هنا ان الايقونه صممناها لازم تحولها ايش؟ تحولها الى اي سي او، ايكون اي سي او، تستخدم اي برنامج تحية، وتستخدم يعني تستخدم هنا مثلا عندك هذا الموقع يتيح لك عمليه التحويل بناء يعني بشكل مجاني، فتضع الايقونه هذه تمام. الان لما تعمل ستارت على البرنامج يعني مبدئيا، ما هي الامور اللي احنا راح نغيرها الان داخل البروجكت، لان البرنامج يشتغل بدون اي مشاكل، ولكن هذه الاعدادات لما تخليها مثل ما هي موجوده راح تسبب لك مشاكل لما انت مستقبلا تثبته في كلاينت، تثبته في كمبيوتر اخر، فهذه راح تسبب لك مشاكل في عمليه اتصال بقاعده البيانات وكثير من المشاكل. طبعا اول شغله طبعا هذه الانكر مالتها لازم نخليها في الاتجاه الايمن فقط. اول شغله طبعا لازم نعملها الا وهي نقوم في عمليه التفريغ لقواعد البيانات، تفريغ بالنسبه للمرضى، تفريغ بالنسبه للعلاجات، او نقوم بوضع علاجات معينه، اعرف العلاجات يعني مفرغه، ثم بعد ذلك مثلا نقوم في عمل التفريغ او وضع مستخدم واحد يكون عبارة عن آدم، تتوصل الفكرة. ايضا على عملية كتابة الوصفة الطبية يعني المرضى بشكل عام، نقوم في عملية التفريغ هذه. اذا راح نقوم في عملية تفريغ لقاعدة البيانات، نرجعها الى يعني مثل ما تضيفها انت اول مرة تمام. الان خلينا نتجه الى قاعدة البيانات، هذه هي قاعدة البيانات، ثم بعد ذلك نأخذها جدول جدول. أول شيء جدول البيتنس، داخل جدول البيتنس أبدي أعمل شو بالنسبة لي التيبل داتا، ثم هنا أبدي أحدد كل هذه الكولومات، كليك كيمن عليها وأعمل عليها ديليت يس تمام. بعد ذلك أيضا هذا نفس الشيء، شو تيبل داتا، هذا ما في اي في اي شيء. التريتمنت ايضا شو تيبل داتا، ابدي احدد هذه كلها، شيفت الى الاعلى، كنترول زائد ديليت لعمليه الحذف. اليوزر اعمل عليه ايضا شو تيبل داتا، ايضا احددها كلها واعمل عليها ديليت بهذا الشكل. طيب هذه عمليه افراغ، ولكن عمليه الارجاع الى ديفولت الاي دي لازم يرجع الى الديفولت، فهذه راح نفتحها يعني من جديد البيتنس نفتحها داخل الديزاينر تمام. اقرا لي بهذا الشكل، لما تفتح لي داخل الديزاينر تبدي تغير لي الاي دي مالته، تغلق الاوتو الزياده مالته، هذه طريقه، هنالك كثير من الطرق طبعا، ثم بعد ذلك تحدثه وترجع مره ثانيه تبدي تعمله من جديد وتحدثه، راح يرجع الاي دي الى الصفر تمام. مقدار الاي دي القيمة الابتدائية مالته راح ترجع عندي الصفر، ننتظر الديزاينر الى ان يفتح. اوكي فتح عندنا، اذهب على الاي دي هذا، ثم بعد ذلك على الفول الايدنتي مالته اجعله بفولس، ثم ذلك اعمل ابديت، ابديت على الداتابيس، تتأكد من انه هو سكسفول تمام، ثم ترجع مرة أخرى بنفس الطريقة السابقة تجعله بمقدار ترو، ثم تعمل أبديت، أبديت داتابيس. الآن رجعت القيمة الاي دي مالته بزيرو تمام. الآن هذا الشيء نكرره على كل الجداول، راح نفتح هذا
نفتح هذا الجدول، نذهب على الاي دي هذا، نجعل بيئة فولز ثم update database، ثم نرجع أخرى لنجعل بترو، أيضا update database. أيضا هنا الترتس نفتحه، نذهب على الاي دي مالته، أيضا false update database، ثم نجعل true update database. تمام، الآن بقى عندنا فقط اليوزر نفس الطريقة السابقة. نفتح بهذا الشكل، نذهب على ID مالته، نجعله ب false update database. تمام، ثم نجعله ب true، أيضا update database. أوكي، ثم نفتح اليوزر، نقول له show، ونضيف يوزر بشكل افتراضي. الاسم مالته ادمن، تمام، الاسم الخاص فيه ايضا ادمن، اليوزر ادمن، وهنا مدير. تمام، واليوزر ستيت الخاصه فيه ايش نعملها؟ نعملها عباره عن ترو او فولز. تمام، بهذا الشكل. ثم نعمل ستارت على البرنامج. الآن راح يفتح لك البرنامج من النافذة الخاصة في عملية تسجيل الدخول. خلينا نفتح البرنامج ونتأكد من عملية إفراغ قاعدة البيانات. هنا عندك آدمن، وبالأسفل عندك أيضا آدمن. تمام، الآن عيش عندك، لو تذهب على لوحتي حتى تشاهد الداتابيس اللي موجودة عندك. طبعا أول شغلة، طبعا هنا أبعاد الورقة تحتفظ بالعملية مشاهدة النتائج. في هذا اسمه، هنا اسم الدكتور، هنا التخصص، هنا العنوان، هذه التفاصيل. تمام، ثم بعد ذلك نذهب على المرضى. تلاحظ ما في عندك أي داتا، هنا ما في عندك أي داتا، واليوزر عندك فقط هذا اليوزر اللي هو عبارة عن المدير. تمام، الآن خلينا نغلق البرنامج، ثم بعد ذلك خلينا نتجه على الهوم. هذه الصورة الانكور مالتها اجعلها بالرايت. تمام، الان بقت شغلة واحدة خاصة في عملية ضبط الاتصال بقاعدة البيانات. يوم انا احنا قاعدة البيانات مالتنا قاعدة بيانات محلية. لو تذهب لي على اليمن على هذا الكلاس، راح تجد انه عملية الكونكشن سترينج هو يتبع اتاتش فايل، ولكن يتبع هذا المسار. هذا المسار هو موجود في اي كمبيوتر اخر تريد تنصبه اليه، وبالتالي فاحنا نحتاج الى انه نضع مسار اخر. هذا المسار طبعا سابقا احنا ليس في الداتا سيت، هذه هنا داخل البروجرامز، داخل الاب كونفيج. الاب كونفيج، لاحظ لي هذا الاتصال اللي اضافه الداتا سيت، هذا اللي هو اللوكال داتا سيت. لاحظ هنا ضايف لك شيء يسمى داتا دايركتوري، وبعد ذلك ضايف لك اسم الداتا بيس. تلاحظ هنا داتا دايركتوري، وبعدها ضايف الداتا بيس. ايش تحتاج؟ تحتاج انه انت تضيف الداتا دايركتوري، اي معناها وين مسار تثبيت البرنامج، هذا هو معناه. فترجع لي هنا تعمل حذف بالنسبة للمسار هذا إلى هنا. تمام، ثم تضعه في اس بهذا الشكل. الآن راح يتبع مسار تثبيت البرنامج. لما تعمل عليه ستارت بهذا الشكل راح يشتغل عندك البرنامج بدون أي مشاكل. ولكن إذا لم تقوم بتغيير هذه الخطوة
فراح يسبب لك عملية خطأ في الاتصال بقاعدة البيانات، خطأ في عملية الاتصال في قاعدة البيانات، لأنه يتبع المسار اللي أنا حاطه له في الداتا أكسس لاير. تمام؟ الآن نسجل خروجنا من البرنامج حتى يكون عندنا جاهز. الآن لما تفتح البرنامج في أول تشغيله داخل العميل، فالمفروض يعطي نافذة اللوجن اللي هي آدمن آدمن. المفروض نسجل خروجنا ليتصل في الداتا دايركتوري في عملية تسجيل الخروج. اوكي، ثم ستارت. اوكي، عارف وين الخطأ. الخطأ المفروض نسجل الخروج من قاعدة البيانات قبل لا نقوم في وضع الداتا دايركتوري. تمام، نسجل الخروج من قاعدة البيانات قبل وضع الداتا دايركتوري. فخليني أعمل كنترول زد، ثم أبدي أتصل بقاعدة البيانات اللي أنا ناشئها داخل عملية التطوير، وأبدي أسجل الخروج من عندها، لأن هذه نقطة جدا مهمة. أبدي أسجل الخروج من عندها وبعد ذلك أكنسل العملية. الآن لما تعمل ستارت فراح يتصل بقاعدة البيانات الخاصة في عملية التطوير، ليس اللي هي مع البرنامج. أوكي، الآن تمام. الآن أرجع مرة أخرى، أبدي أحذف هذا المسار ثم أقله كترال في ثم أعمل ستارت. الآن إيش تتوقع؟ تتوقع أنه هو يفتح لك النافذة الخاصة في اللوجن. لماذا النافذة الخاصة في اللوجن؟ باعتبار أنه حدث عملية قاعدة البيانات، باعتبار أنه هنا داخل في جوال ستوديو في كل عملية ران، لما تقول له داتا دايركتور يرجع على الداتا السابقة اللي أنت عاملها، لأن هذه عملية تطوير. أيضا نحتاج إلى تصحيح، أو يعني تصحيح داخل الكود. إذا أنت ملاحظه داخل FRM Control داخل عملية إضافة العلاجات، لو تذكر أنه إحنا عملنا مفاضلة ما بين القيمة اللي موجودة داخل التكست بوكس إذا كانت لم تتساوى مع Data Grid View فنقوم في عملية الإضافة، وذلك لعدم تكرار البيانات. وهنا طبعا بما اعتبار أنه Data Grid View إحنا فرغناها، يعني فرغنا التيبلز، إذا راح تصبح نول، إذن هنا ما راح يعطيك عملية إضافة، وبالتالي ما راح يعني يستطيع المستخدم يقوم في عملية إضافة. فاللي أريده من عندك إجراء جدا بسيط. داخل الكاس لو تتذكر كنا احنا عارضين مسج بوكس دوت شات، عرض لك الـ EX Exception اللي كان موجود هنا. فريد من عندك انه تاخذ هذا كوبي اللي هو عملية الإضافة وتضعه على داخل الكاس، يعني في حالة try to run if not cache to run this. هذا راح ايش معناه؟ معناه انه هو راح ينفذ لك اذا كانت الداتا جريد فيو هي فارغ، معناه انه هو اول استخدام للبرنامج. ثم بعد ذلك يريد من عندك انه تطرق على البرنت، ثم هنا داخل البانل هذه اللي هي الخاصه في الشيت تتاكد من الانكر مالتها يكون هو عباره عن نون، او تجعله الى التو. هذا هو فقط. إذا تعمل تصحيحات أخرى خاصة في تعديلات في تحسينات على الكود يمكن أنه تعملها، لأن إحنا إن شاء الله راح نترك العمل هنا داخل فيجوال ستور، راح ننطلق إلى برنامج آخر نتمكن من خلاله من عملية تحزيم البرنامج. البرنامج اسمه Advanced Unstyler. في الفيديو القادم إن شاء الله راح نتعرف عليه.